نازل ومدرس قال ان احنا نجيبه. ما قلب البحر شفت لك 100 مره ما تكلمش في حاجه قدام الضيوف. ثانيه لا انا حاج ثانيه ما تردش عليا وانا موجود. يلا حبيب قلبي عمك حنفي بيضيع ولا زعل نفسك امسك حبيبي يا حاج حنفي ربنا يزيدك يا رب. اسطى لا حنفي امانه يعني انا عايز افهم بس يعني انت ورثته ولا كان ايه الموضوع اللي خلاك يعني بسم الله ما شاء الله كرمك ربنا بيك كده. والله يا حاج الموضوع كبير ويطول شرحه بس بص انا هلخصه لك كله. يعني انت بص هتخش على اليوتيوب تكتب في سيرش اليوتيوب لما جارك يبقى غني مره واحده خد بالك انت هتلاقي الفيديو بتاعي على طول عامل لي فيديو خد بالك انت خش شوف. بابا كنت عايز 5 جنيه بس عشان اجيب قلم جاف كده كنت لما اللي جوه خلصت. لا ما انا مش وارث بقى يا حاج انا من هو هيخلصوا كده هاتهم له انت اللي هم ده. لا سيبوا يا حاج كده عشان الكاميرا بتشتغل لي. سيبك يا عم والله بهزر. ما تنساش يا حاج على اليوتيوب اسمه لما جارك يبقى غني مره واحده. استاذ ان انا بقى عشان الفرير مستنياني تحت.